تسارعت وتيرة تطور البنوك الإسلامية وحققت أرباحاً هائلة متمتعة بجودة أصول عالية لتنافس نظيراتها البنوك التجارية، وتضاعفت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية وسجلت زيادة نسبتها 7.7% لتبلغ نحو 3.7 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2020 للميلاد، في حين بلغت إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 5 مليار ريال عماني من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، أي ما نسبته 14%، وذلك بنهاية سبتمبر 2020 للميلاد. كما بلغ إجمالي العمانيين العاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية ما يعادل نحو 1700 موظف من أصل 10,440 عمانية يعمل في القطاع المصرفي، أي ما نسبته 15% بنهاية ديسمبر 2019 للميلاد. الصيرفة الإسلامية ونموها في ملتقى دور الصيرفة الإسلامية التنموية بين عهدين متجددين، تابعونا لمتابعة مساهمة الصيرفة الإسلامية على الاقتصاد الوطني. بنك العز الإسلامي، نعتز بخدمتكم.